السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف ما كتشاهدوا أننا اليوم سلطنا الضوء على المنتوجات الغذائية اللي ما كتخطاش أي مائدة مغربية. بالنسبة للتمور اللي ربما أي بائع ديال التمور ضروري ما كيجيبش التمور اللي ماشي ديال البلاد، كتكون ربما ديال شي على سبيل المثال الجزائر ولا تونس إلى آخره. إذا بالنسبة لأي أخويا كريم، التمر ديال لا هذا ديال الجزائر، هذا ديال المغرب شحال داير هذا في الثمن؟ 45 درهم الكيلو. بالنسبة ديال الجزائر أخويا في الكاليشيات عاوتاني كاين 45 درهم الكيلو. أييه كاين 1000 ريال الكيلو على حساب، كاين بحال هاد الماركة أغلى ماركة في هاد ديال هذا شحال داير؟ 45 درهم الكيلو. هذا 45 درهم الكيلو. عندك هذا 50 درهم الكيلو. هذا شويه هذا كيشهي هذا صح. هذا عرجون، هذا كيتباع عرش واحد زعما. هذا عرش واحد. عرش واحد هذا مليح. هذا داير 50 درهم. هذا تونس 40 درهم الكيلو. تونس 40 درهم الكيلو. كاينه في هذا الكاليشي هذيك دا 30 درهم الكيلو على حساب الكليان عاوتاني، على حساب المستطاع. حتى على حساب الحبات عاوتاني ديال التمر كيفاش دايرين. وبالنسبه للوز اخويا كريم. اللوز اخويا كاين 80. اييه. كاين ديال البلاد 120 درهم. كاين ديال برا عاوتاني 100 درهم، هذاك الصفر اللي ملهيه. هو. هادشي اللي كاين. بالنسبه للشريحه، الشريحه شحال واصله اخويا الشريحه؟ الشريحه اخويا واصله 100 درهم. 100 درهم. وكاين الرقيقه ديالها كدير 180 درهم، والله الا 120. وكاين شي اقبال عليها شويه. شويه اخويا ماشي بزاف، كيديوها الناس اللي مسك عليهم الله، اما الدراويش راه كيبعدوا منها، كيديوها شميرات الله يجعل البركه. واحد التمر راه هو كيبان هذا تقريبا راه هو كحل، اللون ديالو كحل. بحال داك الزيتون بحال. شحال كيدير هذاك الثمن ديالك؟ كيدير اخويا 40 درهم الكيلو. 40 درهم الكيلو. تبارك الله استعان. بالنسبه للتوابل واش باقا في نفس الثمن ديالها ولا؟ نفس الثمن ديالها اخويا، التوابل ما تشوف لك شي فاعل تيقرب العيد الكبير ان شاء الله. تيقرب العيد الكبير. حاش اخويا كاينين الناس ديال اصحاب الجمله هما اللي كيستعملوا هاد الاثمنه كيطلعوا الثمن. وهما اللي شادين السوق عارفين تقريبا البرقوق شحال ديال البرقوق؟ البرقوق اخويا غالي شويه، كاين 90 درهم وكاين الرقيق 80 درهم. 90 درهم ورقيق 80 درهم، واخا نقدروا نشوفوا يطلع في العيد الكبير. لا كثر منو اخويا مستحيل، خاصو يهبط اخويا. خاصو يهبط لان هذا الثمن طالع. طالع بزاف كاع، حقاش البرقوق حنا ما كيفوتش اللي عندنا 40 درهم اخويا الكيلو. وشحال وصل دابا؟ دابا 90 درهم. اذا راه ديباس الثمن اللي موالفين كنتو كتبيعوا. اخويا وشويه. بالنسبة للزيت العود شحال داير عندكم زيت العود؟ زيت العود اخويا الجديدة كدير 80 درهم لتر. اييه. القديمة ديال العام اللي فات كيبيعوا فيها 60 70 درهم. 60 70 درهم. شحال ديال السكنجبير؟ السكنجبير 70 درهم الكيلو، خرقوا 60 درهم. بالنسبة لهذيك اللي دايرة الطرونشي رايحة كيوي 120 درهم. 140 درهم. هذاك عنده حتى هو العشاق ديالو. عنده العشاق ديالو. الله يحفظك. الزبيب اخويا كريم شحال داير؟ خويا كيوصل دابا ب 60 درهم الكيلو البيض، والحمر كيوصل ب 40 درهم الكيلو. وكاين حمر اخر اخويا واصل 48 درهم على حساب كاليش. بالنسبة للعدس هذا ربما ماشي ديال البلاد هذا اخويا. هذاك اخويا معروف في تركيا كيولي شربة. كيولي شربة بحال شحال ديال الحريرة بحال ديال لاسوب. لاسوب هو كيولي شربة. اييه. والدولة الأم هي البرازيل. وكاين العدس عاوتاني هذا ديال البلاد. هذا شحال داير الثمن ديالو هذا؟ 20 درهم الكيلو. وهذا؟ هذا 25. هذا 25. هذا 20 كندا. اذا ديال البلاد طالع شويه على هذا. طالع شويه حقاش يعني ماكله فيه زوين. القطاني طالعين شويه ولا باقي شادين الثمن واحد؟ هو طالع الحمص والعدس وشويه الجلبان. الحمص والعدس. هما طالعين شويه في الثمن على حساب كيستعملوهم في الحريره. الله يعطيك الصحه اخويا، شكرا لك، الله يكبرك. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيل بريس وتبارطاجيو مع صحابكم.